طبعا خطيئة الإدانة ليها عقابات، ربنا ما بيسكتش. أول عقاب الواحد يقع في نفس الخطية، ودي كلنا مجربين، وقالها معلمنا بولس: أنت الذي تدين غيرك تفعل تلك الأمور عينها. أول عقاب أن الواحد يقع في نفس الخطية. في موسى النبي في سفر الخروج يقول: أن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة، لأنه في الشيء الذي ندين فيه الآخرين يأتي عليه. اللي بدين فيه الناس يقع. خروج 18، معلمنا بولس يقول: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. أنت الذي تدين غيرك تفعل تلك الأمور عينه. ده حكم إلهي عشان الواحد يحس بضعف. ودي قضية كلنا عارفينها وكلنا حاسين. مش ممكن طبعا يقع في خطايا أخرى أوحش منها علشان يشعر بضعفه، برضه يشعر بضعفه. أحد العباء يقول: إن كنت تحتدم غيظا على قريبك فإنك تحتدم غيظا على الله. زي ما بقول لك، لما بدين الله بدين الله اللي خلقه. ينطبق عليك قول المزمور: جربوا الله في قلوبهم فوقعوا في الله. وقعوا في الله يعني أدام الله. الوقوع في خطيئة الزنا مثلا أو معاناة حروب غير كثيرا ما يكون سبب الإدانة والكبرياء والتعالي على الآخرين وإدانتهم وتحقيرهم لغاية ما يشعر الإنسان بضعفه، ربنا يرفع عنه هذه الحروب. الإدانة طبعا بتفقدنا سلامنا الداخلي. الإنسان صاحب الضمير الحساس واللي بيهتم بخلاص نفسه يتعب جدا حينما يقع في خطيئة الإدانة. وبستان الرهبان بيحكينا القصة دي. أحد من الإخوة جاء إلى آخر تحدث بشأن أخ لا يحفظ العفة، فأجاب الآخر وقال: أنا سمعت. فلما مضى ذلك الأخ إلى قلياته لم يجد فيها الراحة التي تعودها، فقام ورجع إلى أخيه وقال له: اغفر لي فإني لم أسمع شيئا. عن ضعفات الأخ. والتاني قال: اغفر لي أنا ما سمعتش منك كمان، حنسى كل حاجة. فلما ندم على ما قال وجد راحة. اللي بيدين الناس بتتخلى عنه النعمة، تستر الإدانة غالبا عن كبرياء النفس والشعور بالتعالي على الآخرين، فيسمح الله بتخلي النعمة حتى يشعر الشخص بضعفه ويرجع إلى صوابه. بستان الرهبان برضه حكى حكاية. كان إخوان في أخوان في مجمع يعني استحق كل منهما أن ينظر نعمة الله على الآخر. شوف كده وشه منور وعليه النعمة. قاعدين في قلالي جنب بعض وصحاب، ووصل درجة نقاوة، فكل واحد بيشوف نعمة ربنا على الآخر.
وبعدين طلع واحد منهم عليته يوم جمعة الصبح، لا راهب مريض كده ولا حاجة بياكل بياكل يوم الجمعة، فأذابه أذابه كمان في وشه وقال له هتاكل مبكرا يوم الجمعة؟ ياكل النهاردة واحد يصوم الساعة 3. الكلمة دي اللي قالها ورجع لقليته. تاني يوم اتقابل مع أخوه، مشافش النعمة اللي بيشوفها عليه، وشه مطفي كده، قال له إيه يا حبيبي مالك؟ أنت عملت حاجة تزعل ربنا؟ قال له لا، ولا حتى فكرت فكر وحش. قال له طيب بقى يعني فكر كويس كده، يمكن عملت خطية، أمال إيه اللي يخلي النعمة تشارك من عليك؟ قال له آه صحيح، ده إمبارح كنت ماشي كده ولقيت واحد الصبح يوم الجمعة بياكل مبكرا، فقلت له إيه يوم الجمعة الناس واحد تاكل كده؟ فقال له ده بقى السبب، دمت أخوك كنت قد أخوك وربعت النعمة عنك، يقول لك صاموا يمكن أسبوعين مع بعض لولا من النعمة رجعت تاني لهذا الأخ الذي فقد النعمة بسبب كلمة واحدة. الإدانة من ضمن العقبات تجلب اللعنة والعبودية، دي قصة من الكتاب. نوح بعد الطوفان نزل من المركب هو وأخواته، وابتدى أن يكون فلاحا، زرع شوية عنب والعنب جاب ثمر، عصر شوية عنب تخمر وشربهم سكر، ونام وتعرى شوية كده. جاء ابنه الصغير سامه حام، الوسطاني بقى حام، ابنه حام دخل عليه كده الخيمة لقاه متعري، فراح يقول لاخواته باستهزاء شوفوا الحق ابوه سكر وتعرى واتبهدل جوه. الاثنين التانيين بقى سام ويابس ولا جابوا ملاية كده ومشوا في ظهرهم لغاية ما وصلوا عند أخوهم ورموها عليه وهو نايم دون أن يروا عورته. صحي نوح وعرف السبب وعرف يعني اللي حصل من أولاده، يصب اللحمة بقى يصبها على حام ما قدرش، لأن الله باركهم كلهم بعد الطوفان، قال لهم بتمروا وتثروا وملأوا الأرض وتباركوا وكده، فراح صبها على ابنه اسمه كنعان. قال له ملعون كنعان، عبد العبيد يدعى. وبعدين ابتدى يبارك سام، يقول ايه ابتدى يبارك سام قال مبارك الرب اله سام ليكن كنعان عبدا له، عاوز يبارك يافث، قال ليفتح الله اليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبد الله. يعني ثلاث مرات يلعن كنعان ويصفه ان عبد العبيد يكون، علشان ابوه انتقد عوره
الشعار الجذور ما عرفش يستر. لما تصر على أخوك ربنا يستر عليك. من ضمن الحاجات اللي بنشكر عليها ربنا يقول لك لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وحفظتنا ليك. سترتنا دي مهمة. لو ربنا كده كشف أخطاء وخطايا كل واحد مفيش حد يكلم التاني من القرف. لكن ربنا ستر علينا احنا كمان نستر لاخواتنا عشان ما تسيبناش لعنه زي التي اصابت كنعان. القصه الجميله التانيه بتاعت ابو معار والراهب الزاني. راهب كده في اطراف البريه كده يعني الشيطان حرب بقى تجيله ست في غير الاربعه. الرهبان اللي حواليه حاسوا بيشافوها مره واثنين وثلاثه تدخل عليهم. هيعملوا ايه؟ يشتكوا لابو البريه. وفي كل مره ابو معار يقول لهم يا جماعه ده اخونا مبارك. ما تفكروش فيه كده. ده احنا شايفين البنين داخل عنده ويهديهم ويمشوا. جم مره بقى ما احتملوش شافوها دخلت وقفوا اثنين ثلاثه على باب الحمايه وراحوا لابو معار جروه بره. لازم تيجي تشوف انت مؤمن في الحكايه اللي سايبه كده. راح معاه الأخ اللي هناك شعر بمجيء الأب الكبير بتاع البرية وبقية الرهبان. عنده مجهول كبير كده يعني حطه فوق الست تغطاها بيه. أبو معار دخل أول حاجة قعد عليه لا في نص الألاية راح قعد عليه. يلا بقى دوروا في الأداء شوفوا الست فين. طبعا دوروا ولا مش اتكسف وقالوا له ده تحت الموضوع. وبعدين قال لهم يلا بقى روحوا على دي عشان ما تدينوش حد تاني. وبعد ما مشوا قالوا يا أخي العبارة المشهورة احكم على نفسك قبل ان يحكم عليك. وسابوا مش ما قالوش اكتر من كده. وصل الميت لملاك يقول له تباك يا ابو معار تشبهت بخالقك تصبر على خطايا الناس. لغايه دلوقتي عباره كده يقول لك ابو معار غطى الخطيه بالزبديه. الزبدية دي يعني المجهول غطى الخطية بالزبدية. فقد ما تقدر تستر على أخوك خصوصا تكون حاجات شخصية يعني ما تضرش الآخرين. ربنا يستر عليك. من ضمن خطورة خطية الإجانة طبعا تمنعنا من التناول. واحد نازل ينتقد في الناس. حين أخطأ آدم وحواء أدام الله بالكذب صدقوا الشيطان وكذبوا ربنا وصدق كلام الحية وأكل من الشجرة. ربنا عملية طردهم من الجنة ومنعهم من الأكل من شجرة الحياة ووضع على باب الجنة صرافيم بيده سيم وتصيف متقلب لحراسة شجرة الحياة. قال إيه ربنا؟ هو ذا الإنسان قد سرك واحد منا عرفا الخير والشر والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة
ويأكل فيحيا إلى الأبد. يحيى هو في حال الخطية، فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. طرد آدم وأقام شخص في جنة عدن. بعد كده أقام الكروبين بقى ولهيب سيف متقلب في يده لحراسة شجرة الحياة. ما منعه أن يأكل من شجرة الحياة وفعل الخطية لألا تزداد خطيته. المفروض الإنسان اللي يقع في خطايا كثيرة زي كده الإدانة ما يتناولش لغاية ما يعترف بالتوب، لأن اللي يتناول هو في حال خطية بتزداد خطاياه مش بتغفر خطاياه. أقرأ كده كورنثوس الأولى 11 يقول يعني لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. فولي تجرأ يكون مضربا في جسد الرب ودمه، غير مميز جسد الرب ودمه. كلام كتير من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. فربنا منع شجرة الحياة علشان ما يكونش هو خاطي ويعيش الخطية ويهلك. ده كان في صالح آدم. في صالحك برضه لما تمنع نفسك، أو في صالحك لما أبى اعترافك أقول لك يعني نقف شوية عن التناول لغاية كده ما تبقى التوبة كويسة. وكمان حاجة تاني تجلب علينا الدينونة الأبدية، خطية الإدانة دي ربنا يقول بالدينونة لا تبات دينون تدانون، وبالكيل ذبيحة كيلون يكال لكم. وقال من قال لأخيه رقا يكون مستوجب المجمع، ومن قال أحمق يكون مستوجب نار جهنم. علمنا يعقوب لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا. اللي بيدين واحد بيدان هو هوذا الديان واقف قدام الباب. أتظن أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ربنا سايبك وسايب لسانك يتكلم، ما بيعاقبكش واحدة واحدة. طايح؟ لا، لم نفسك شوية، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب عمله. وممكن هذه الإدانة تمنعنا من الحياة الأبدية. ثم ربنا يدينا علينا خطاه زي اللي قدمناه ده وكتير. شوفوا حلاوة القديس يوحنا القصير، كان لما يشوف واحد بيغلط يبكي. ملك يا اخوانا تبكي، قال له اخويا غلط النهارده حيتوب، لكن ممكن اغلط بكره ملحقش اتوب. هو ياخد سماء اهله لما قاعدين النهاردة عليها هو حيتوب وياخد السنة قطيع. فيعني مجمل الكلام يا أخوي لوحدك الإدانة خطيرة صعبة،
وخليك بنفسك نظف نفسك بدل ما تنظف الآخرين. يعني لو واحد بتحبه ولقيته ولد لو تقدر تكلمه هو شخصيا العزيز اللي كنت بتحبه وعاوز له الخير وشايفه بيغلط ومش منتبه لنفسه، لا بمحبة كده، بمحبة بس مش بانتهار. ولو ليك كلام عليه ممكن لو أصغر منك كمان سنة أو رهبنة تقدر توجهه وتقدر تنصحه، تقدر تقول له كده غلط، كده خطأ، كده كده كده. لكن الدين من وراه ده شيء صعب جدا وخطير جدا على حياتنا الروحية في هذا الدهر وفي الدهر الآتي أيضا. ربنا يحمينا من الزمان ويستر علينا كلنا ويساعدنا نخلص أنفسنا. اللهم ربنا استحقنا بشكر حبيبنا.